ونأمل، نأمل أن الآن بعد ما كان الكل يطالب باستتباب الأمن في غردايا، وهذا مطلب طبيعي، وأقول أن من طرف سكان الولاية هو مطلب قاعدي، أول مسؤولية للدولة هي ضمان الأمن المواطنين، ومن طرف الحركة الجمعوية والعائلة السياسية في الجزائر كله يطالب باستتباب الأمن. أملي قلت أن الآن كل ساند صرامة العدالة في استرجاع الأمن والاستقرار وفي معاقبة جماعة الأشرار اللي ادت البلاد لهذه الأوضاع.